انا في 5 تصديات جبناهم ممكن نختم بيهم ابو العلا عشان لو مفيش وقت يعني. طيب يا جماعه يا ريت نجهز 5 تصديات عشان كمان كابتن عبد موجودين الواحد سيد يقول لنا موجودين 5 تصديات موجودين يا لو كابتن عبد الواحد. موجودين يا ريت نعرضهم سريع يلا عشان عشان الوقت. وقتنا، وكمان هو يقول لي من وجهه نظره. انت اللي تقول بقى، انا هجيب لك لا الخمسه انا وانت عايز اختار. تقول لي من وجهه نظرك حارس الاسبوع. حارس الاسبوع انا بالنسبه لي صبحي والهاني سليمان، صبحي رغم ان والهاني سليمان. بس طب صبحي يلا انا شايف صبحي عشان كان اداؤه مميز جدا، فانا شايف ان هو صبحي. اعرضوا يا شباب. وطبعا عواد ادى اداء جيد، لكن الاختبارات اللي جت عليه مش كتير. ادي دي اللي قلت لك على رد الفعل بالنسبه لعمرو حسام، عمرو كانت حسام حلوه قوي. اللي بعديها يا جماعه دي اول واحده، انا يعني رد فعل ده من اساسيات حراس المرمى، ان عنده رد فعل ومسافه قريبه جدا ومحطوطه قويه، مش محطوطه تحس ان هي ضعيفه. دي طبعا انفراد هايل لصبحي. انت كده مرتبهم بالاحسن ولا لا انت انا شايفهم خمس بجيب حاجات؟ اللي هو بالنسبه للتصديات، لكن مش بالترتيب. الترتيب احسن بقى 5 تصديات. في الاسبوع ده، يعني ممكن يكون في تصديات في اسابيع تانية اعلى، بس هو في الاسبوع ده دول من وجهه نظري يعني. حلو قوي. اللي بعديها كمل اللي بعديها. وطبعا الساده المشاهدين هم اللي بيختاروا دي برضو هايله حلو قوي. بتصدياتك كويسه قوي. احمد مسعود ماتش المصري رد فعل وكويس. دي برضو اللي محمود جاد. محمود جاد. يعني هي دي اعتقد ان اقلهم شويه، بس انا برضو عاجبني ان هو رغم ان هو واقف غلط، بس بيتعامل مع معاه بشكل كويس. خطوه لقدام يا جماعه تفرق كتير قوي. كده 4. الاخيره بقى ناقص واحدة. أيوة ده الهاني سليمان. الهاني سليمان. دول الخمسه بقى والساده المشاهدين اللي اختاروا. انت بتقول لي مين الحراس المرمى المميزين الاسبوع ده؟ محمد صبحي، هاني سليمان، وعواد. 3. انا يعني احنا طبعا بالنسبه للنادي الاهلي طبعا احنا ما بنقيمش الحراس، لكن دول اللي موجودين باستثناء لا تمام احمد تمام وانا الحقيقه بستمتع صبحي. جدا والله بواحد بالفقره دي ده انا مبسوط والله موجود معاك ابو العلا. حبيبي اتمنى ومتعه الساده طبعا. المشاهدين الفقره تكون عاجباهم، وان شاء الله مكملين، لان حراس المرمى دايما مظلومين لا واحنا ورؤيه معاهم يعني. مختلفه وزوايا اخرى لحراس المرمى.